مساء الفل والسعادة والجمال على كل أصحابنا وحبايبنا اللي بيتابعونا دايما على شاشة قناة ETC وبرنامج انتي في كل مكان. أهلا بيكم معانا النهاردة، يوم جديد وحلقة جديدة متميزة ومختلفة ومتنوعة زي ما احنا دايما متعودين، وطبعا مستنيين مشاركتكم لينا من خلال أرقام تليفوناتنا اللي هتكون موجودة على مدار الحلقة على الشاشة، وكمان مستنيين مشاركتكم لينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك لو في أي حاجة حابين تشوفوها معانا أو ضيوف حابين هم يكونوا موجودين معانا. فانتي يا ريت تبعتوا لنا على طول، وطبعا نهايه اسبوع سعيد على حضراتكم. خلينا قبل ما نبدا حلقتنا النهارده امسي على زميلتي الجميله فرح. اهلا بيك يا فرح. اهلا بيك يا ساره، واهلا بحضراتكم، اهلا بكل متابعين برنامج انتي على شاشه ETC. زي ما ساره قالت واحنا معودين حضراتكم ان شاء الله حلقه تكون مميزه جدا، عشان بقى خلاص هي حلقه اخر الاسبوع وهنسيبكم يومين كده علشان يعني نوحشكم شويه، لكن نرجع لكم ان شاء الله يوم الاحد بفقرات متميزة زي ما حضرتكم متعودين وكمان بره الصندوق. يلا بقى نبدا النهارده، يلا بينا يا فروحه. بما انه طبعا النهارده الخميس زي ما احنا متعودين اننا بنختم الاسبوع كده بحاجه احتفاليه، فاحنا النهارده هنحتفل مع حضراتكم مع مصر كلها بذكرى ثوره 30 يونيو، الثوره العظيمه اللي النهارده هو الذكرى التاسعه ليها. محدش ابدا يقدر ينسى ان الثوره دي كانت واحده من اهم المحطات طبعا في تاريخ مصر، لانها خرجت بينا من نفق مظلم جدا ما كناش نتمنى ابدا ان احنا نفضل فيه، وطبعا ده كان على ايد الاسد الشجاع الجريء المخلص لمصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. صح يا فرح؟ طبعا اكيد، كل عيد ثوره ومصر كلها بخير وفرحانه دايما يا رب وفي امان كده. بما اننا في برنامجنا بنهتم بكل حاجه تخص انت، فاحنا قررنا نحتفل بالذكرى التاسعه لثوره 30 يونيو بشكل مختلف تماما، عشان كده هنتكلم عن مكاسب المراه في مصر على مدار التسع سنين اللي فاتوا دول، وازاي ثوره 30 يونيو عبرت بالمراه المصريه لبر الامان، وده من خلال طبعا اهتمام كبير جدا من القياده السياسيه ومجموعه كبيره من التشريعات اللي بتحمي المراه وبتديها كامل حقوقها. عندك حق يا فرح طبعا في كل اللي انت بتقولي. الحقوق اللي خدتها المرأة المصرية في مصر على مدار التسع سنين اللي فاتوا دول يمكن أكتر من اللي خدتهم أو اللي قدرت تحصل عليهم على مدار التسعين سنة اللي فاتوا طبعا. وحقيقي لازم نوجه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الكبير طول الوقت بالمرأة المصرية وحرصه أنه يكرمها ويديها حقها بالكامل. والحقيقة أنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بيفوتش فرصة إلا لما دايما بيأكد فيها على اهتمامه بالمرأة المصرية ودعمه بيها دايما وإيمانه بدورها في المجتمع وإن طبعا هي جزء كبير جدا في المجتمع. المرأة المصرية يا فرح هي نص المجتمع وهي طبعا اللي بتنجب النصف الآخر، والاهتمام بيها كمان كبيرة. يا سارة دلوقتي ده بيدينا ثقة بنفسنا أكتر وإن إحنا عندنا حاجات كتير قوي لسه هنقدمها. ولكن بمناسبة ذكرى 30 يونيو، السيدة انتصار السيسي قدمت التهنئة للشعب المصري عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بمناسبة مرور 9 سنوات عليها. خليني أقول لكم السيدة انتصار السيسي قالت إيه بالظبط. مثل هذا اليوم منذ 9 سنوات انحنى العالم احتراما لإرادة الشعب المصري الذي قال كلمته بصوت مسموع في جميع أنحاء البلاد ليضرب أعظم معاني المثابرة والثبات في حماية الوطن والولاء والانتماء إليه بالقول والفعل. وفي هذه الذكرى الغالية لثورة يونيو المجيدة ما زال الشعب المصري يواصل مواجهته للتحديات بمعدنه الأصيل الذي لا يصدأ أبدا في كل ميادين البناء والتنمية لصنع الأمل والمستقبل الآمن له وللأجيال القادمة. كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في سلام وأمن وأمان. كل سنة والسيدة انتصار السيسي والشعب المصري كله بخير وصحة ودايما كده يعني للأمام، ودايما البلد لن تحيا إلا بمجهود الشعب. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إحنا هنتعب علشان إحنا كنا واخدين البلد وهي منهارة صح. فكان لازم نتعب ونشتغل علشان نوصل بالبلد دي لبر الأمان، والحمد لله قدرنا إن إحنا نوصل بيها بر الأمان. كل سنة وكل شعب مصر طيب وبخير يا سارة، وكل سنة وكل ستات مصر الجدعان طيبات وبألف خير إن شاء الله. طيب فاروحة، يعني أول خبر معانا النهاردة هو أنه التحالف الوطني للعمل الأهلي اليوم قرر إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات الاجتماعية في جميع محافظات مصر، وده احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو واقتراب عيد الأضحى. كل سنة وحضراتكم طيبين، بنتمنى لكم إن شاء الله إن أنتوا تعيدوا وتنبسطوا مع العائلة بتاعتكم وتسافروا وتعملوا كل اللي نفسكم فيه في العيد.
طيب المبادرة دي بتشمل توزيع دعم نقدي وكمان بتوزع لحوم الأضاحي وتوزيع صناديق المواد الغذائية وملابس العيد، والأجمل بقى يا فرح هي كمان بتقوم بتجهيز العرايس، وده حاجة جميلة جدا الحقيقة، احنا مبسوطين بيها وفرحانين بيها، وطول الوقت بنقول ان المجتمع المدني مهم جدا ان هو طبعا يشتغل ويكون ايده في ايد الدولة، لانه الدولة لوحدها مش هتقدر تعمل كل حاجة. فعلا يا سارة كل ده لازم يبقى الشعب فاهمه وفاهم التكاليف اللي بتحصل، لان ده كله يا جماعه يكون بتكلفه تم تخصيصها للمبادرات الاجتماعيه واللي وصلت ل 625 مليون جنيه، هتكون بدايه المبادرات دي من النهارده ان شاء الله، فعلا حاجه جميله جدا، والتحالف عامل شغل هايل جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت. كل سنه وانتم طيبين كلكم، وان شاء الله يعني دايما كده مصر بتتقدم من الاحسن للاحسن وحضراتكم مبسوطين. وبما اننا بقى بنتكلم عن المراه، فتاني موضوع هنتناقش فيه انا وساره النهارده مع بعض هو يعني كان بخصوص الجلسه اللي كانت برئاسه الدكتوره مايا مرسي رئيسه المجلس القومي للمراه في مؤتمر وزاره التخصيص واللي كانت التخطيط واللي كانت بعنوان المراه في سوق العمل. حقيقي يعني يا ساره الدكتوره مايا مرسي كمان قالت واكدت حاجه مهمه جدا، وهي انه المراه المصريه فعلا قدرت انها تكسر كل الحواجز في مجالات كتير جدا، وقدرت انها تقتحمها وتحقق فيها نجاحات كبيره جدا. والله انت عندك في حق يا فرح، لانه المجلس القومي للمراه طول الوقت بيقدم مبادرات وبيدعم المراه المصريه، وكمان طبعًا طول الوقت بيعمل حملات طرق ابواب، ودايما دايما موجود في كل الازمات علشان يكون واقف جنب المراه. طبعًا احنا دلوقتي تقريبا بقينا بنشوف البنات والستات بيشتغلوا في كل المجالات من غير اي استثناء، وما بقاش فيه زي ما كان بيتقال زمان ان الشغلانه دي شغلانه للرجاله والشغلانه دي شغلانه للستات. بالظبط، خلاص بقى يا فرح الموضوع ده انتهينا من الكلام ده، خلاص مات وانتهى. فيعني الستات دلوقتي تقدر تعمل كل حاجه، وزي ما احنا شفنا دلوقتي وده اتحقق فعلا وما كناش نحلم بيه، بنشوف المراه دلوقتي يا فرح وزيره ومحافظه وقاضيه وطياره وحاجات كتيره جدا جدا ما كناش نحلم بيها. تمكين المراه فعلا بدا يحصل قدامنا على ارض الواقع، والحقيقه انه كل الوزارات وكل الجهات المعنيه والمسؤوله بتشتغل وبتبذل مجهود كبيره جدا جدا يا فرح علشان توفر للمراه كل حقوقها، ودي حاجه احنا ممتنين بيها جدا جدا. بالظبط يا ساره، احنا كمان شفنا اكبر دليل على ده يا جماعه كان سائقات مترو الانفاق اللي تم الاعلان عنهم. يعني بصراحة أنا عن نفسي عمري ما كنت أتخيل أبدا يا سارة إن مترو الأنفاق تبقى بتسوق واحدة ست، يعني بس هم صراحة تحدوا الكل وتحدوا العالم وتحدوا أي كلام سلبي ممكن يكون اتقال لهم، لأن أكيد يا سارة لو واحدة صاحبتك مثلا قالت لك أنا هسوق النهاردة مترو الأنفاق، أكيد أنت علشان ممكن تكوني مش متعودة على ده هتقولي لها إيه؟ لا يا شيخة هتعملي بينا حادثة، لا أكيد مش هتقدري تعملي حاجة زي كده. لكن هم قدروا إن هم ينجحوا في إنهم يبقوا سائقات قطر مترو الأنفاق، يعني شايفة الصورة وجمالها؟ الله عليهم يعني بجد. ربنا يحميهم جداً. ويحفظهم طبعا يا رب. والبنات دايما وحوش ودايما بيثبتوا كفاءتهم على فكره يا جماعه في كل المناصب اللي هم يعني تبوؤوها، وفي كل المناصب اللي هم اخذوها اثبتوا النجاح بتاعتهم واثبتوا كفاءتهم طبعا. وده على فكره يعني مش بشهادتنا احنا، ده بشهاده الرجاله كمان وبشهاده الارقام وبشهاده الاعمال اللي احنا شفناها والنتائج بتاعتها طبعا. فدي حاجه احنا مش بنتكلم بس من فراغ، بنتكلم على وعلى بيزكس، يعني الارقام والحسابات هي اللي بتقول كده مش احنا. اكيد لا، وكمان يا ساره دلوقتي المراه بقى عندها ثقه بنفسها رهيبه. يعني انا كده قلبي بيبقى مبسوط قوي وبفرح لما بشوف اي ست قادره انها تحقق كيانها واحلامها وانها تعمل اللي عايزاه بغض النظر بقى عن اي حاجه تانية او اي كلام ممكن يتقال ليها يحبطها، خاصة ان دلوقتي القوانين المصرية بتحاول بشكل كبير جدا انها تدي للمرأة كل حقوقها، فدي فرصة احنا كلنا كل ست فينا لازم تستغلها. يعني ان انت دلوقتي مفيش حاجة بتقف قدام احلامك، مفيش حاجة اسمها مجتمع ذكوري، بالعكس انت دلوقتي قادرة ان تدخلي في اي حاجة صعبة وتلاقي كل الناس حواليكي بتدعمك دعم رهيب، سواء من الدولة سواء ان الناس كمان فكرها اتغير يا سارة، بقت الناس متقبلة ان الست تعمل حاجة مختلفة عن العادي. عايزة اقول لك انا بحب قوي جدا البنات اللي بياخدوا الريسك، البنات اللي قلبهم جامد، اللي بينزلوا علشان يعملوا حاجات ويكسروا التابو اللي احنا كنا متعودين عليه انه البنت مكانها المطبخ، والكلام ده الصراحه يعني بيستفزني قوي يا فرح. ما بحبش ابدا الكلام بتاع البنت مكانها في المطبخ. لما هي البنت مكانها في المطبخ ممكن على حاجه هو البنت عادي مكانها في المطبخ، بس
يعني صح اطبخي لجوزك، صح خلي اكلك حلو، صح هيتمي بيتك، والحاجات دي كلها مطلوبه منها لانه ده جزء من الجواز. لكن في نفس الوقت مش معنى ان انت هتموتي وتتولدي وتعيشي في المطبخ وخلاص بقى تنسي كل حاجه، ما انت مالكيش احلام، انت بس حياتك عباره عن وجبات فطار غدا عشاء. لا صح اللي انت بتقوليه، بس مع احلامك، يعني اعملي ابسطي اللي حواليك وابسطي نفسك وفي نفس الوقت تحققي احلامك. خدوا بالكم فرح نشطه نسويه جامده جدا جدا. وانا بقولها دايما لازم تشتغلي محاميه على فكره يا فرح. ايوه فرح، انا على فكره من وانا صغيره لما مثلا كان يبقى في مشكله او حاجه مع حد مع صحابي في المدرسه اللي هي فرح. انا اللي متصدره، ودايما المديره كانت بتقول لي ايه، انت كلامك مقنع قوي. هو انت مين محافظك الكلام ده؟ اقول لها والله ما اعرفش، انا بحب اتكلم، بحب اقنع اللي قدامي، بحب دخل في كل المواضيع حتى لو ما تخصنيش انا بشكل شخصي. لا يعني فرح فعلا بتحب دايما تكون موجوده كده تصلح بين الناس وتخليهم دايما يقربوا من بعض. هي اكتر واحده بتخلي الناس تضحك والله العظيم بجد. اكتر واحده بتخليني اموت من الضحك. طيب في موضوع كمان النهارده انا بعتبره في غايه الاهميه وحقيقي مكسب تشريعي وقانوني لما بعد ثوره 30 يونيو، وهو التعديلات التشريعيه على قانون العقوبات بالمعاقبة على التحرش الجنسي الإلكتروني. ومش بس كده كمان التنمر الإلكتروني طبعا. كمان فدي حاجة كنا مستنيينها من زمان جدا، والحقيقة ان احنا طول الوقت الجهات المعنية والمسؤولة بتثبت لنا ان احنا لما هنغمض عيننا ونفتحها هنلاقي كل مطالبنا بتتحقق على ارض الواقع، لان هما يهمهم جدا ان محدش يضايق المرأة المصرية لان هي رمز من رموز المجتمع طبعا. فما ينفعش ابدا المرأة المصرية يتوجه لها إهانة او يتوجه لها تنمر او تحرش او مضايقات في الشارع طبعا. ودينا شفنا اهو تشريعات قانونيه كتيره جدا ومعاقبه شديده جدا جدا لكل حد ممكن تصور له نفسه ان هو ممكن يضايق المراه او ان هو ينتهك حقوقها او يقيدها او يخليها تتنحى عن المشهد، فدي حاجه مستحيله طبعا. يعني حقيقه صراحه احنا فضلنا سنين كتير جدا بنعاني من الموضوع ده، من ناس قاعده ايه يا جماعه ورا الكيبورد، هي ناس يعني اللي هو جبان لان هو قاعد ورا شاشه في الاول وفي الاخر بيتحرش بدي ودي ويبعت رسائل لبنات الناس ويضايقهم جدا، غير كمان ان هو بيطاردهم في الشارع لان هو ممكن بقى مثلا يتواصل معاها ان هو يقابلها وبعد كده يبتزها، بتوصل كمان للابتزاز وفبركت صور البنات وتهديدهم. يا ساره طبعا اكيد أيوة سمعت عن قصه فسنت اللي تفبرك صورها وللاسف الشديد انتحرت بسبب كده، يعني بسبب الابتزاز وصلها للانتحار لانها ما بقتش عارفه ازاي هتكمل حياتها. يعني اكيد حضراتكم كمان فاكرين الموضوع ده. احنا لا يمكن ابدا نسمح ان ممكن الاحداث دي تتكرر تاني مره او ان حد ممكن يضايق المراه طبعاً. المصريه. وزي ما انت شايفه خلي قلبك جامد، اوعي تسكتي على اي حد ممكن يضايقك، روحي وبلغي على طول لانه تاكدي ان كل الجهات المسؤوله هتكون موجوده في أكيد. ظهرك وكل التشريعات والعقوبات برضو موجوده في ظهرك، فما تخافيش ابدا، دايما اتكلمي، خلي صوتك عالي، خليكي واثقه من نفسك. يمكن زمان قوي من سنين طويله جدا كانت الست بتخاف انها تتكلم لان هي كان دايما بيتوجه لها اللوم انه انت لبسك. عشان لابسه كده، انت عشان ماشيه في الشارع لوحدك، انت كانت دايما اصابع الاتهام بتوجه في وجه المراه المصريه. لكن النهارده ده كله اتغير، اوعي تسكتي، روحي على طول، خلي قلبك جامد، روحي بلغي على طول لانه حقك هيرجع لك على طول. ومحدش هيسكت كمان، يعني هو محدش هيسكت له، لان الاول فعلا كان لبسك، انت عشان لابسه بنطلون ضيق، انت عشان لابسه نص كم، انت، لكن بنسيب الشخص الاساسي اللي عمل كده، بنسيب الفاعل اللي هو الشخص اللي ضايقها. طب حتى لو هي لابسه لبس ايا كان من وجهه نظرك هو ما ينفعش او مش لائق او ايا كان من وجهه نظر اللي بيتكلم او شايف الصور على السوشيال ميديا، لكن احنا في حاجه صغيره قوي نسيناها، ان احنا نقول للشخص نفسه عيب، نوجه الشخص نفسه، نعلمه التربيه والاحترام، ان انت تحترم الست ايا كان لبسها ايه، انت مش باباها ومش مامتها ومش حد من اهلها علشان خاطر تعلق على لبسها او تعقب عليها في اي شكل من الاشكال. طيب. ولكن احنا بنحمي اي بنت من التنمر، واي حد عنده مشكله لازم يقوله ما يخافش، لانه دلوقتي الموضوع بقى مفتوح جدا يا ساره للكلام، يعني البنات ما تخافش نهائيا ولا الستات. خلي قلبك جامد ودايما خليكي واثقه طبعا ان كل الجهات المسؤوله في ظهرك. خلينا دلوقتي بس عشان نعرف تفاصيل اكتر عن الجرائم الالكترونيه وتحديدا التحرش والتنمر الالكتروني، معانا على التليفون المحامي الاستاذ وسام اسماعيل. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. طيب احنا دلوقتي طبقا للتعديلات التشريعيه تم وضع نصوص عقوبات على جرائم التحرش والتنمر الالكتروني، فايه هي يا فندم؟
أولا دور المرأة لا يمكن تهميشه زي ما حضرتك قلت، لأن المرأة أكيد نص المجتمع. أكيد. وحضرتك النهاردة لو في حد بيخاف أو في حد بيخاف يبلغ أو بيضيع حقه، فده توعية، أو توعية مجتمعية وتوعية منزلية، فده دور للأب والأم ودور للمجتمع. لأن قانون العقوبات حضرتك بتقولي ما كانش زمان بيعاقب، لا يا فندم، ده من سنة 1934 ومواد قانون العقوبات صريح. لأن إحنا عندنا المادة 309 مكرر، و309 مكرر ألف في قانون العقوبات وضحت الكلام ده. بس لا، الفرق احنا مش زمان، بنقول، احنا مش بنقول ما كانش بيعاقب، احنا بنقول كانت الست بتخاف انها تطلع بتقول، لكن احنا مالناش دعوه بالقانون، بنتكلم على الست نفسها كانت بتخاف تطلع تتكلم وتقول انه انا تعرضت لحاجه، علشان كانت كل حاجه بيرجعوا اللوم عليها، انت لبسك السبب، انت نزولك السبب، انت تاخيرك السبب، لكن القانون اكيد كان موجود من موجود زمان ورابع اكيد وكان سابق عصره. القانون أكيد. المصري وقانون العقوبات دائما وابدا في أكيد مقدمه إحنا كنا القوانين بنتكلم في على الست العالم مش على كله. القانون. أكيد. تمام. اتفضل. فاحنا قانون العقوبات وكملته بعض القوانين، يعني القوانين المكمله، لان احنا دايما في الدوله عندنا في حاله تطور. فجينا في أكيد. 2018 لقينا ان قانون العقوبات كان بيتكلم على التليفون، وكان بيتكلم على الكاميرات، وبيتكلم على التصوير، وبيتكلم على وقائع او اشياء قديمه. النهارده دخلنا في وقائع جديده، واصبح في جرائم الانترنت وجرائم معلوماتيه صحيح، القانون وجرائم كان سابق عصره فعلا. بالظبط. فاحنا النهارده فتعدلت الدوله المصريه، شكلت اللجان وعقدت اللجان والمجالس النيابيه طبعا المتخصصه في ذلك، واساتذه القانون والمشرع المصري، فوضع قانون جديد وعدل قانون جديد، القانون أكيد. 175 لسنه 2018، واوجد العقوبات فيه. وعايز اقول لحضرتك حاجه، إن المتفحص لهذا القانون سيجد أن كل أركان الجرائم المعلوماتية بكل دقة وضعت افتراضيا، حتى الشخص الاعتباري، حتى الموظف العام. يعني العقوبة تفرق لو كان موظف عام وما كانش موظف عام، إذا كانت شركة وإذا كان شخص، إذا كان وصلت العقوبات في بعض الأحيان إلى السجن المشدد من 3 ل 15 سنة، وإذا كان متعلقة بتكدير أمن وسلم البلاد، وبدأت من 3 شهور، وصلت في بعض الأحيان إلى 5 ملايين جنيه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. كويس قوي. فالعقوبات، العقوبات مشددة. لكن إحنا كناس أو كأفراد في المجتمع لازم نبادر بمساعدة أجهزة الدولة للوصول للحقائق. طبعا. النهاردة أنا حضرتك لما يكون في تنمر أو يكون في تحرش لفظي أو قولي على أي بنت أو أي بنتي وبنتك وأختي وأختك، يعني المجتمع لازم يفهم أننا وحدة واحدة. طبعا. كلنا وحدة واحدة. التحرش لفرد يجوز على الجميع بعدها. بالظبط. الجريمة يا فندم بتبقى مشكلتها في أول مرة فقط. الجاني بيتعب نفسيا في ده، على فكره ده مش انا اللي بقول، ده علم الاجرام وعلم العقاب. اول مره، بعد كده الموضوع بيبقى سهل جدا، بعد كده بيبقى تعود خلاص على الموضوع، بيبقى تعود. فهو لو اتعملت مره وحضرتك سكتي او انا سكت او وما اي خدناش موقف، بيبقى الموضوع تحول لعاده عاديه. بالظبط. هيتكرر وكل مره هيتفحص وهيزيد اكتر. طيب، يعني خليني اقول لك استاذ وسام، تقول ايه لكل بنت ممكن تكون بتتعرض للمواقف اللي زي دي؟ يعني مثلا في خط ساخن المفروض تتصل بيه، تتوجه لفين؟ ايه الخطوات اللي تقوم بيها؟ اولا هي لازم تكون شخصيتها قويه، ولازم تكون واثقه في نفسها ثقه عمياء بنسبه 100%. ما احنا بنقول لها اجمدي قلبك علشان القانون معاكي. ده جمدي قلبك قوي. صح. والقانون معاكي واجهزه الدوله معاكي. صح. والدولة وضعت قانون مخصوص لهذه الجرائم في 2018. وبعدين احنا بنشوف النهاردة ده الاهتمام بالمرأة في العصر اللي احنا فيه اصبح يفوق كل الاهتمام. هو العصر الذهبي. يعني مع كل الاحترام، ده العصر اللي المرأة واخدة حقها فيه. دي حقيقة بكل فعلا. الطرق قانونا واخدة حقها. والنهاردة مهنيا كل حاجة واخدة حقها فعلا فيها. والنهاردة احنا بنشوف الوزيرات الموجودات في الحكومه، بنشوف عضوات مجلسي النواب والشيوخ، بنشوف يعني المراه موجوده في كل حته. الحمد لله. جمدي قلبك، خدي حقك.
خدي حقك بالقانون، مش هتاخديه بالعافيه. طبعا. تمام. النهارده في حضرتك وزاره الداخليه خصصت وحده مخصوصه قطاع خاص لمكافحه جرائم الانترنت موجود في العباسيه. أيوه. تمام. بتتوجه الى هناك ضباط متخصصين على اعلى مستوى واجهزه تقنيه على اعلى مستوى، وفي لمح البصر بيحدد اللي حصل وبيعمل لها محضر وبياخد الورق ده بيبعته للنيابه المختصه. النيابه المختصه دي المقصود بيها ان اذا كانت هي محل اقامتها القاهره، اليوبيه، جيزه، منيا، اهليه، اي مكان محل بيوجهها للنيابه المختصه. تمام. وبتتخذ النيابه اجراءاتها وبتحيلها الى المحكمه وبيحاكم الشخص، والعقوبات بقى حسب الجرم اللي هو ارتكبه. طبعا. والاجراءات في منتهى السرعه، في منتهى الدقه، وكل الناس بتتعامل بشكل جدي جدا. اصبحت النهارده منظومه عمل، منظومه الكترونيه. النيابه العامه منظومه الكترونيه، وزاره الداخليه منظومه الكترونيه، الجهات كلها النهارده كل هذا. وبعدين انا هفترض يعني ان هو واعي شويه وهرب من العقوبه. واصلا انا مش محدش هيعرف يعمل لي حاجه، ولكن برضه هيبقى عايش حياته كلها هارب ومش مبسوط. يعني هو حتى العربان ما بيكونش مبسوط، ما بيكونش مرتاح يعني. لا ده مش هيهدر، مش هيقدر اصلا يهرب. سعادتك ده لا هيعرف يجدد بطاقه ولا يجدد رخصه. كل اجهزه الدوله النهارده ارتبطت مع بعضها البعض بشبكه معلومات، مسجون بشكل اخر بس كده. فانت النهارده انت اتحرشت بفلانه الفلانيه، خلاص. طيب لاقي بقى عقوبه ده كله. بالظبط. ده كله معناه ان انت هتقعد في البيت ما تخرجش بعد حياتك كده. وقفت، اكن حياتك وقفت. بالظبط. حياتك وقفت، ولا تعرف تروح شغلك، ولا تجدد رخصتك، ولا تطلع بطاقتك، ولا تجدد عربيتك. طبعا. لازم هذه الاشكال يجب لفظها من مجتمعنا. اكيد اكيد. فاحنا بنلفظها، بس بنلفظها بالطريقه السليمه المظبوطه. طبعا. يعني والله يا استاذ وسام، حضرتك نورتنا بالمكالمه بتاعتك، واكدت طول الوقت على انه القانون في ظهر المراه. لو في اي حد ضايقك ما تخفيش، جمدي قلبك، روحي وبلغي. وزي ما الاستاذ وسام قال، كل الاجهزه بتبقى موجوده علشان تكون موجوده في استقبالك، وما حدش هيقدر يفلت من العقاب. طبعا. ودي يعني رساله تهديديه وواضحه جدا لكل واحد ممكن تصور لنفسه ان هو يقدر يضايق اي امراه على وجه على ارض مصر، سواء كان الكترونيا او في الشارع او في اي مكان. وكمان يا ساره رساله بسيطه لكل راجل او ولد بيحاول انه يضايق بنت او ست او يبتزها بايا كانت الطريقه، تخيلها قدامك انها اختك او قريبتك او مامتك، يعني هل انت هترضى عليها حاجه زي كده؟ اعتقد ان دي حاجه يا ساره ممكن توقفهم بنسبه كبيره جدا، وانت بتضايقها وانت بتكتب لها مسج صعبه وانت بتحاول تبدل صورها بصور غير لائقه وتفبرك صورها، حط قدامك صوره مامتك او اختك، صدقني هتحتقر نفسك جدا وهتقف ومش هتقدر تكمل. بس كل حاجه البسيطة. كل حاجه بترجع لك، كل حاجه الانسان بيعملها بترجع له مره ثانيه، ممكن مش دلوقتي تدين. ممكن بعدين، بس هترجع، اكيد هترجع. فاروح، احنا معانا دلوقتي موضوع خفيف ولايت جدا جدا، هو موضوع غريب شويه بس انا حاسه ان هو دمه خفيف. خلي بقى عليا بالحاجات دي شويه. يلا بينا. يلا بينا بقى. قبل ما ندخل عليه خليني بس اسالك يا فرح، عمرك سمعتي كلمه قبل كده اسمها بنشنج؟ بنشنج؟ لا بصراحه. طيب تعالي بقى، تعالي وانا اقول لك. قولي لي. كلمه جاز، وفي كلمه كمان اسمها جاز لايتنج، عارفاها؟ جاز لايتنج. عارفاها بس يعني هو مصطلح انجلش. ولكن يعني سمعته. طالما ولكن يبقى خليني اقول لك ايه هو. انا بقالي 3 ايام ماسكه على الكلمه دي. ولكن ما بين كل كلمه والكلمه تقول لي ولكن. ولكن انا هقول لك شويه مصطلحات كده. شويه المصطلحات دي مشاهدينا يعني هما طلعوا جديد شويه وبقوا بيستخدموهم في العلاقات الاجتماعيه. اول كلمه اسمها بنشنج، وهي الكلمه دي معناها ايه بقى يا ستي؟ قولي لي بقى. الكلمه دي معناها انك تسيبي الاكس بتاعك على دكه الاحتياطي زي ما بيقولوا كده، وعشان ده عشان ترجعي له مره تانية او لما العلاقه الجديده تفشل، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، سبير. طب والنبي يعني هو مين ده الراجل اللي يوافق اصلا بالكلام ده؟ هو مين ده اللي يرضى؟ فرح قلبت. هو مين ده اساسا اللي يرضى يقعد كده؟ يعني ده لعيب الكوره نفسه لما بيقعد على دكه الاحتياط ما بيكونش قادر ولا طايق نفسه ولا مبسوط. هتقولي لي يا ساره واحد بيحب واحده وعايزه وعايز يكمل معاها ان هو هيقعد على دكه الاحتياط لحد بقى ما هي تحب ترجع له؟ ما اعتقدش. بس بصي دي المصطلحات اللي جنريشنز او الاجيال الجديده ايه بيتداولوها مع بعض. هي الكلمه يعني معناها كده،
تعالوا بقى ما اقول لكم ايه هي الكلمه الثانيه، هي كلمه جاز لايتنج. أيوة. ودي بقى يا ستي بتقول ايه او ايه المصطلح ده؟ المصطلح ده معناه التلاعب بالعقول. يعني انه الشخص يفضل يشكك الطرف الثاني في مواقفه او في مواقف معينه لحد ما الثاني فعلا يبدا يشك في نفسه. عمرك شفتي كده؟ طبعا في ناس كتير جدا كده، يعني في ناس متخصصه وبتعرف تعمل الموضوع وتلعب الدور ده كويس قوي. طبعا ناس، يعني الناس دي موجوده على ارض الواقع جدا، الشخص اللي طول الوقت بيحاول يشكك الطرف الثاني في العلاقه في نفسه عشان يفضل طول الوقت محتاج ليا ساره، اللي هو انتمائك ليا، اللي هو مثلا ايه ساره انا هشيل مثلا منك حاجه علشان ترجعي تساليني، اشككك في نفسك. فساره تبقى طول الوقت محتاجه لفرح، بس كده ابقى انا شخص مريض اذا انا بحاول اشكك الشخص اللي جنبي او صاحبي او انتيمي او حبيبي او ايا كان في نفسه عشان يفضل محتاجني. يعني هو كده مش بيحبني، هو بس شاكك فعايزني، ما عندوش امان. دي ناس مريضه. هو والله عندك حق يا فرح. دي ناس مريضه يعني. طيب تعاليلي بقى ما اقول لك ايه هي اخر ثالث حاجه او اخر ثالث كلمه معانا، وهي كلمه ريسايكلينج. ودي بقى معناها ايه؟ دي معناها انه انك ممكن ترجع مره ثانيه لعلاقه قديمه كانت انتهت. يعني زي مثلا ما يكون عندك حاجه قديمه وركنتها كده على الرف، وبعد كده فكرت انك تستخدمها ثاني فعملت لها اعاده تدوير مره اخرى، يعني رجعنا نستخدمها ثاني. ايوه بس احنا الكلمه دي نستخدمها في البيئه، يعني احنا بنعيد تدوير الحاجه مره تانية لكن مش بنستخدمها مع الناس. ايوه صعبه قوي. ازازه يعني حاجات من النوع ده. لا صعبه المصطلحات الجديده دي، لما بتحاولي ان انت تطبقيها على بني ادمين او على حبيبك او على صديقك، لا صعبه الصراحه. يعني انت عارفه بقى، ما انا ما بقولش انها وحشه، ولكن يعني انا حاسه انه انا كانا لا ما اقدرش استخدمها، يعني ملهاش لازمه قوي الصراحه. طيب دلوقتي بقى خلينا نقول لكم خبر مهم جدا عن الفنانة اللي كلنا بنحبها وكلنا سألنا عليها الفترة الأخيرة، وهي الفنانة أمال ماهر، واللي ظهرت امبارح في فيديو من خلال موقع معين وأكدت أنه هي بخير وصحتها كويسة جدا جدا، واللي بعدها أو اللي بعدها عننا الفترة الأخيرة أنها كانت مصابة بفيروس كورونا. ألف سلام عليكي. وأمال كمان أكدت أنه الفيديو اللي نشرته وأنها بتحضر كمان لمفاجأة قريب جدا، والحقيقة أنا نفسي تكون بتحضر لحفلة أو لألبوم جديد، حاجة كده تخلينا نفصل من المود ونستمتع بصوت يعني ما فيش زيه حقيقي، زي صوت طبعا. أمال ماهر. أمال ماهر من الأصوات اللي بجد بتنظف ودنا، بتخلينا نسمع مزيكا تحترم عقول وذوق الجمهور. بتهتم جدا بالكلمات وباللحن، وبتهتم جدا بذوق جمهورها، عشان كده تلاقي دايما أمال ماهر تكون في المقدمة. خلينا كده أنا وإنتم والسادة مشاهدين وفرح نروح نشوف مع بعض فيديو أمال ماهر وهي بتطمن جمهورها، ونرجع مرة تانية. خير جمهوري وأهلي، أنا بخير الحمد لله. حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت ما كنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت. وأول ما تعافيت حبيت أن أطمنكم عليا. ألف شكر، أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته، الحمد لله. وده إن دل عن شيء يدل إن ربنا راضي عني، لإني شايفة كم الحب الهائل والكبير. أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي، وبحب أهني الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو. كل سنة وأنتم طيبين وأنا بخير الحمد لله. يعني طبعا بنقول لك يا امال الف حمد لله على سلامتك، والحمد لله الحمد لله ان انت طمنتينا وطمنتي الجمهور اللي بيحبك جدا وكان قلقان عليكي جدا ومش هيسكت غير لما يطمن عليكي، لان انت يا امال يعني صوت مصر حرفيا. وبرغم من كل المطربين والمطربات الكبار جدا واللي صوتهم مميز طبعا ومختلف، الا ان امال ماهر دايما حافظت على انها تكون في حته كده لوحدها يا جماعه، او من الاخر حته بتاعتها من اول ما ظهرت لحد الالبوم الاخير بتاعها، وهي ليها جمهورها مش بس في الوطن العربي ولكن في العالم كله. واحنا كمان يا امال مستنيينك ترجعي لنا تاني باغاني وحفلات ولونك المميز، واحنا من الاستوديو انت عايزين نقول لها كلنا يا ساره ان احنا وراكي يا امال، والف حمد لله على سلامتك، وان شاء الله ترجعي لنا وترجعي لجمهورك تاني في اقرب وقت. طيب احنا معانا على التليفون الاستاذ طارق مرتضى وهو المتحدث الرسمي بنقابه الموسيقيين. اهلا بيك يا استاذ طارق. اهلا بيك يا فندم. طبعا يعني احنا الفتره اللي فاتت دي كلها كنا عمالين بندور على الفنانه امال ماهر وكنا بنسال عليها، والجمهور بتاعها كان قلقان جدا، وامبارح طلعت لنا الفنانه امال ماهر بفيديو عشان تطمنا، بس احنا عايزين من خلال حضرتك ومن خلال النقابه نطمن على الفنانه امال ماهر، وامتى ان شاء الله هترجع لجمهورها مره ثانيه.
طيب اهلا بيك الاول. ساره ولا فرح؟ مين اللي بيكلمني؟ ساره. ازيك يا ساره؟ طبعا الحمد لله. هيا فرح، اهلا بحضرتك. لو انتوا نرجع لورا شويه، من 4 ايام او 5 ايام طلعنا بيان من نقابه الموسيقيين وعملنا بعض المداخلات واتكلمنا وقلنا ان الفنانه امل ماهر بخير. هاني شاكر اتكلم وقال الفنانه امل ماهر بخير. تمام. ولكن في حاجات شخصيه ما بنقدرش نقحف نفسنا او نقحم نفسنا في حياه اي حد الشخصيه، علشان خاطر دي الحياه بتاعتهم. اكيد اكيد طبعا. ادي ولكن هي مامتها تواصلت معانا بخير، اخوها تواصل معانا بيقول بخير، لكن هي عندها ظروف هتطلع بعد كام يوم تضمن جمهورها بنفسها. احنا ده الكلام اللي احنا قلناه. هو فعلا ده الكلام اللي حصل، بس برضو الجمهور عشان بيحبها جدا فكان قلقان عليها. طبعا. بس لكن السوشيال ميديا ونشطاء السوشيال ميديا الى جانب بعض ال مش عايز اقول خلايا، بعض المنصات بدات تروج فكره عشان تذبذب المفهوم او تقلق الجمهور المصري على نجمته. اكيد بتتكلم باسلوب ما يعني بدات بعض الناس تنقاد لي. لا اكيد امل ماهر بخير، الحمد لله، وهي طمنتنا عليها الحمد فيها. لله مصر كبيره، مش ممكن حد يتحكم فيها، لا اشخاص ولا دول ولا قارات حتى. أكيد. كل الكلام اللي اتقال اسمه هراء، كلام فارغ. هي مريضه وما كانتش حابه تطلع طول، انا عندي كورونا، كانت حابه تطلع كويسه عشان الجمهور اتعود يشوفها بشكل دايما في احسن حال. ما كانتش حابه تطلع، لكن اجبرت انها تطلع كده بعد الشائعات الكبيره جدا اللي طالت بامال ماهر هنا وهناك، وبدات الامور تدخل في شكل سياسي كمان، فبدات ايوه لازم اطلع، الموضوع كبر، اطلع واشوف. عارفه طلعت بداوا يشككوا ان هي ولا مش هي، شفت الاسفاف وصل لفين؟ هو الفنان هاني شاكر كمان طلب من امال ماهر ان هي تطلع في اسرع وقت عشان تطمن جمهورها، لانه هي اللغط اللي حصل هنا انه قعدنا فتره بنسال على الفنانه امال ماهر وهي غير موجوده، هي مختفيه، هو ده اللي قلق الجمهور. بالظبط. هو مش غير، هي ما كانتش بايدها يعني، حد مريض كورونا، فانت عارفه التنفس والاجهاد والشكل اللي طبعا. هي طلعت بيه ما كانتش حابه تطلع بيه، فيروس شرس. طبعا وده حقها طبعا. بالمناسبه يا ساره، ايوه ما انا معاك، ده حقها يعني. وبعدين النقابه ليها حدود يعني، احنا مش هنجبرها انها تطلع. اكيد اكيد يعني. اكيد حلح. ولكن طمنا الناس من خلال في احد الاعلاميين قال ايه؟ الله، وهي ما تردش عليكم بنفسها ليه؟ ليه امها وليه اخوها؟ ايوه يا جماعه التعب ده مش حاجه بسيطه، والكورونا ده مش مرض خفيف يعني. اكيد ربنا ما قدرش تتكلم، فاحنا كلمنا اخوها وكلمنا امتها وطمنتنا. الحمد لله. واحنا في دورنا بنطمن الجمهور، يبقى نقطع بقى الشائعات ونوقف المواضيع. يعني على العموم نقابة المهن الموسيقية دايما وأبدا سباقة، دايما وأبدا بتطلع علشان تمحي أي لغط أو أي سوء تقدير أو سوء تفسير من أي حد. نشكر حضرتك جدا أستاذ طارق مرتضى، طبعا محامي نقابة المهن الموسيقية، وشكرا جدا لحضرتك. نرجع مرة تانية نقول لك ألف سلامة عليكي الفنانة الكبيرة أمال ماهر، جمهورك في مصر والوطن العربي مستنيكي ترجعي مرة تانية، صوتك وحشنا جدا جدا، مستنيينك ترجعي مرة تانية تنضف لنا ودنا شوي. خلينا نقول ان احنا بقى كتير قوي النهارده، يعني خلينا بقى نقول عندنا ايه النهارده. يلا يلا بينا. طيب احنا النهارده الحقيقه في فقره جميله جدا هتكون موجوده معانا النهارده، فيها ست مصريه عظيمه جدا كان ليها دور مهم وبارز في ثوره 30 يونيو، وقدرت انها تواجه الاخوان الجماعه اياهم من غير يعني مع غيرها من كتير من المصريين. هيكون معانا النهارده ومنورنا في استوديو انتي الاستاذه مارجريت عازر، عضو المجلس القومي للمراه والنائبه السابقه بمجلس النواب، كلام كتير جدا عن دور المراه المصريه وجودها في طليعه الثوره. بس في الاول خلينا نروح لفاصل صغير جدا ونرجع مره ثانيه نستقبل فقرتنا واولى ضيوفنا النهارده في انتي، استنونا. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدي انتي، وبنبدأ فقرتنا النهاردة في يومنا فقرة جميلة ومهمة جدا جدا النهاردة، وطبعا كلنا عارفين ان المرأة المصرية كان ليها دور عظيم جدا جدا في ثورة 30 يونيو، وكانت واحدة من اهم اسباب نجاح الثورة دي اللي انقذت البلد من طريق مظلم كان هيضيعنا. بس الستات نزلت الشوارع زيها زي الرجالة بالظبط وقالت لا للاخوان، وكمان كان ليها دور كبير جدا في المشهد السياسي وقتها. ومن السيدات دول مارجريت عازر اللي كانت أمين عام حزب سياسي وعضوة في جبهة الإنقاذ، وكانت كمان مساهمة جيدة جدا في حركة تمرد وقت الثورة. هي منورانا النهاردة في استوديو انتي عشان نتكلم معاها كتير جدا ونسترجع معاها ذكريات ثورتنا العظيمة. أهلا بيك يا أستاذة مارجريت. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. طبعا احنا في البداية كنا حابين حضرتك تكلمينا أكتر عن دورك في ثورة 30 يونيو، يعني كلمينا كده بتفاصيل عنها.
كل سنة ومصر طيبة، ودايما الإرادة المصرية هي اللي بتحدد مصيرها. في الحقيقة الشعب المصري في 30/6 أثبت عظمته والحفاظ على الهوية المصرية طبعا. لأن كل فئات المجتمع وكل أطيافه انتفضت ضد قوى غاشمة كانت عايزة تضيع الهوية المصرية، لكن في الحقيقة المصريين دايما بيثبتوا أنهم أقوى من أي تحديات من أي تحدي. وفي الحقيقة 30 يونيو أثبتت أن الشعب المصري شعب عظيم له تركيبة خاصة به لا يقبل أبداً فرض هوية عليه، لكنه هو دائما يمتص كل الثقافات ولا يمتص ثقافته إطلاقا. وفي الحقيقة الشعب المصري سواء في الثورتين أثبت أنه شعب عظيم لا يقبل أبدا أنه ثقافته وهويته تتسرق منه. الشعب المصري وبما فيهم زي ما كانت 30/6 نقطة فارقة في تاريخ مصر، وأعتقد أنها هتكتب بحروف من النور في تاريخ مصر الحديث. دور المرأة المصرية كان بعد في 30/6 كان نقطة فارقة في حياتها وفي التغيير اللي حصل في التغيير وفي اعطاء مكتسبات كبيرة جدا بإيمان القيادة السياسية بدور المرأة المصرية. لأن في الحقيقة المرأة المصرية كان ليها دور كبير في 30/6. يعني أنا يمكن زي ما حضراتكم تفضلت وقلت أن أنا كنت أمين عام حزب كان ليه دور كبير في ثورة 30/6 وفي تحريك الشارع، وكنت أرى أن المرأة المصرية في الحقيقة كانت باور، مش نزلت مع الرجل جداً. مش نزلت مع الرجل، لا بالعكس هي كانت المحفز الاساسي للرجل، لنزول الرجل والشباب. لان في الحقيقه المراه المصريه انا شفت من خلال موقعي، لان يمكن انا كنت عامله غرفه عمليات كبيره داخل الحزب كانت بتنقل لنا الاحداث من اسوان للقاهره. وكنت بشوف الاحياء الشعبيه، وانا متذكره حي من احياء شمال القاهره، السيدات كانت نازله بغطيان الحلل بتنادي على الرجاله وعلى الشباب للنزول في 30/6 للحفاظ على هويتهم، لانهم في الحقيقه شعروا بالخطر يعني. وانا كنت نائبه في البرلمان الاخواني، فشعرنا قد ايه بان بعض التيارات كانت بتنادي بسرقه المكتسبات الضعيفه اللي خدتها المراه. يعني النهارده انا بتكلم على مكتسبات واسعه وكبيره وهنتكلم في الحلقه عليها، انما كانت بعض المكتسبات كمان الضئيله جدا اللي حظت بها المراه في العصور السابقه كانوا عايزين بالعكس يسلبوها هذه المكتسبات. وكانوا عايزين يرجعونا للعصر الجاهلي، المرأة صوتها عورة وان المرأة ترتدي الست مكان خلاص خالص، يعني ما نخليش ان المرأة وانها تتقلد بعض المناصب الهامشية او بعض الوظائف الهامشية اللي هي بالشكل الاجتماعي، يعني مدرسة عشان يقولوا ممارسة. يعني هم اشتغلوا على لا الحاجات اللي هي مختزله في دورك الاجتماعي فقط، لا ببساطه مجتمع ذكوري. بالظبط ده بمنتهى البساطه يعني. وكانوا بينادوا باشياء كثيره جدا، منها مثلا تقليل سن الزواج، وانا بعتبر ان دي جريمه في حق طبعاً المجتمع طبعاً. يعني انا اكبر انتهاك لحقوق المجتمع المصري، لاني انا من الناس اللي يمكن في الدورتين السابقتين طلبت بزياده سن الزواج عن 18 سنة، لأن في الحقيقة جداً مهم جداً إن الست والراجل يبقوا عندهم النضج الكافي لتكوين أسرة في الحقيقة. لأن أنا بعتبر إن حالات الطلاق الكتيرة اللي بتتم من سن 20 ل 35 ده سببها عدم النضج الفكري اللي يخليكي تستطيع إنك هي برضو ما عندهاش خبرة وحياة لسه فرحانة في فستان الفرح وفستحانة بحاجة، لكن ما عندهاش الدراية الكافية بإدارة أسرة، لأن الأسرة دي نوال المجتمع طبعا. يعني عمرك ما تقدري تعملي أسرة سوية طبعا في مجتمع سوي، لازم تبقى في أسرة سوية عشان يبقى في مجتمع لازم سوي، لازم تبقى الأم فاهمة وقادرة أنها تربي. لأن كل المشاكل اللي احنا بنتعرض ليها في الحقيقة، سواء التحرش سواء الابتزاز سواء كمان حالات القتل الكثيرة طبعاً جدا جدا اللي حظها اللي بتحصل أو بتحدث الآن في المجتمع سببها بعض العادات السيئة والزواج المبكر طبعاً.
ونظرة المجتمع المتدنية للمرأة. اللي في الحقيقة اللي أنا بشوفها في الحقيقة من مكتسبات 30 يونيو إن المرأة اكتسبت مكتسبات كبيرة جدا. أنا بعتبر إن العصر الذهبي للمرأة في الحقيقة عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه في الحقيقة هو مؤمن بدور المرأة. يعني خليني أقول لحضرتك أنه يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة ما بيفوتش فرصة إلا لما بيثبت فيها أن هو مؤمن بدور المرأة المصرية، وأن هو داعم كبير جدا لدورها في المجتمع، وأن هو داعم لتمكينها زيادة على المجتمع. وخليني أقول لك حاجة مهمة جدا، أهم من المكتسبات اللي احنا هنتكلم عليها كتير قوي اللي حصلت في الثمان سنوات السابقة، في أنا بعتبر أكبر مكتسب خدته المرأة هي إيمان القيادة السياسية بكفائت. بدور المرأة طبعاً. فبتغير ثقافة المجتمع طبعاً. لما القيادة السياسية بتؤمن بدور المرأة ودائما تحفز المجتمع على أن المرأة مساوية للرجل ولها حقوق ولها مكانة ولها مطالبات طبعاً. والبيئة التشريعية اللي حصلت لصالح المرأة في الحقيقة دي أهم مليون مرة. صحيح احنا عملنا مكتسبات هنقولها دلوقتي، لكن في الحقيقة انك تغيري ثقافة المجتمع اتجاه المرأة دي حاجة مش بسيطة نهائيا، مش بسيطة. واعتقد ان الرئيس في كل خطاباته كانت خطابات ثقافية اكتر منها خطابات سياسية، يعني كان دائما بيحس المجتمع على دور المرأة، على احترام المرأة طبعا. على تقاليدنا وعاداتنا اتجاه المرأة، على ان المرأة تستطيع ان تتقلد كل المناصب طبعا. احنا خدنا طفرة قعدنا سنوات وسنوات وسنوات نطالب بيها تقلد المرأة المناصب القضائية دي، أنا بعتبرها مناصب وكراسي ما كناش نحلم إن احنا نقعد المحافظ. عليها. ده يخليني أسأل حضرتك سؤال، بما إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيدعم المرأة بشكل كبير جدا، هل حضرتك شايفة أو إيه هو الدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمه المرأة على جميع المستويات؟ شوفي في الحقيقة لأول مرة يبقى عندنا 27% من السيدات في الوزارات، ووزارات هامة جدا. وفي الحقيقة يعني أنا بشوف إن إحنا عندنا وزيرات في الحقيقة، لأن في الحقيقة إنك تاخدي كوتا أو تاخدي منصب ده سلاح ذو حدين، يا إما ترسخي عند المجتمع مبدأ إن المرأة هي فعلا قادرة ده، يا إما إنك بتعملي ردة. وأنا بشوف إن الوزيرات في الحقيقة كانوا قد المسؤولية طبعاً. يعني بجد التسع وزارات ده بالأرقام وبالنتائج، يعني نتائجهم رائعة جدا جدا. عندنا 30% من البرلمان، ودي لأول مرة تحصل طبعا للسيدات، وهم سيدات كلهم فاضلات وبيقوموا بواجباتهم سواء في اللجنة العامة أو في اللجان الفرعية، ودي مهمة جدا جدا. لأن المطبخ بتاع البرلمان عندنا لأول مرة يبقى فيه محافظ، وأعتقد إنها سيدة فاضلة وفي محافظة تركيبتها مختلفة، يعني علشان تبقى محافظ في محافظة زي دمياط فيها كل الفئات وكل التركيبات، وهي محافظة منتجة وفيها عدد كبير جدا من فئات المجتمع، أعتقد وهي أثبتت نجاحها. عندنا مساعد الرئيس للأمن القومي، ودي منصب مهم جدا. أول مرة كنا نشوف مساعد للرئيس واحدة للأمن القومي كمان. الأمن القومي ده معناه إيه؟ الأمن القومي يعني من رغيف البلد العيش كله. لا، من رغيف العيش لغاية البندقية اللي مسكها عندك الجندي. في الحقيقة المناصب القضائية يعني أول مرة تحدث إن يبقى عندك في النيابة العامة سيدات، وفيها النيابة الإدارية سيدات وقضية. بالكم الرائع ده في الحقيقة. لا طبعا المرأة حظت مناصب، تقلدت وتبوأت لمناصب مهمة جدا. يعني في الحقيقة كمان يعني المناصب القضائية بالذات كنا بنلاقي فيها صعوبة بشكل كبير جدا، لأن هي كانت محجوزة أكتر للرجالة، وكانت حكرة على الرجالة. مش محجوزة، هي ما كانش السيدات محطوطين خالص في الحزبين، يعني ما كانش اختيار ان الست تبقى موجودة خالص، ما كانتش موجودة في بالذات النيابة العامة، ما كانش أساسا ولا سيدة، لكن ولا كنا نحلم أساسا. في الحقيقة ده إنجاز غير عادي. خلينا حضرتك والسادة المشاهدين ننزل للناس أو السيدات تحديدا في الشارع، نعرف منهم رأيهم إيه في وجود المرأة ومشاركتها في ثورة 30 يونيو. يلا بينا. عادي
المرأة ليها دور كبير، يعني لازم احنا نكون موجودين، ده حاجة طبيعية. ثورة يناير هي المرأة كانت موجودة وكان ليها تمثيل قوي، يعني ما كانتش يعني مش في يونيا بس ظهرت، يعني عشان حقوقها، عشان شغلها، عشان ما يكونش المجتمع الذكوري ما هيش عارفة تمارس حقوقها فيه، مش عارفة انها تشتغل زي الناس. مش كل حاجة لا الراجل الأول، لا انتي مش دلوقتي، لا شغلك، لا الكلام ده كله انتي مالكيش لازمة، لا بيتك وعيالك والجو ده. في ناس كتير يعني قريبين أنا شفتهم بعيني ونزلوا وشاركوا، وكان أكتر حاجة هم شايفين كان الوقت ده لازم حاجات كتيرة تتغير. عايزة حقوق اللي لعيالها، عايزة ابنها يبقى معاها الشغل يلقي شغل، بنتها عايزة تبقى شغالة معاها كلية حلوة تلاقي وظيفة. والمرأة ساعتها برضو ما كانش ليها دور قوي، فكان لازم يبقى ليها دور، يعني كان في مرحلة بقى ننتقل لمرحلة تانية، يعني أثبتت إنها زي الراجل بالظبط. المرأة دي هي الوجود، يعني بدون المرأة مش هيبقى في حياة، يعني الراجل ما يقدرش يجي من غير وجود المرأة، هي الأم وهي الأخت وهي كل شيء، فالمرأة دي حاجة مهمة جدا في المجتمع، فكان لازم إن هي أوريدي موجودة من زمان بس ما كانش حد شايفها، لكن بعد 30 يونيو الناس كلها عرفتها وشافتها وبقت وزيرة وسفيرة وحاجات كتيرة قوي. هو إحنا مرأة، رجل، شاب، مواطن، أي مواطن، كنا محتاجين إن إحنا نرجع، كنا محتاجين إن إحنا نمسح السنة اللي عدت علينا دي كأنها مش موجودة في التاريخ. يعني احنا كنا حاسين بلدنا ما كانتش هي، يعني البلد زي ما تكون كانت بتسرق مننا، يعني الناس دي كانت ناس غريبة، يعني ده اللي احنا كنا حاسين. الوعي اللي اصبح عند المرأة المصرية في كل الازمات سواء بقى في ازمة او غير ازمة اصبح يعني الافق مستنير عندها والوعي مستنير، فعندها بقى حرية الرأي والتعبير عن رأيها بكل حرية وخصوصا في الازمات. رجعنا مرة تانية وشفنا رأي السيدات في الشارع قد إيه هما كانوا شغوفين جدا إن هما يكونوا مشاركين في ثورة 30 يونيو، لأنه الحقيقة أستاذة مارجريت إنه بالرغم من كل التحديات والأزمات اللي كانت بتقابلها مصر في الوقت ده، إلا إنه الست المصرية كانت دايما موجودة وحاضرة. ويمكن ده يخليني أسأل حضرتك عن مشاركة المرأة الفعالة في ثورة 30 يونيو اللي هي كانت جزء كبير جدا من إنجاح هذه الثورة. شوفي، في الحقيقة يمكن تكون كل الاستحقاقات الدستورية اللي مرت علينا المرأة كانت النسبة الأكبر في المشاركة. يعني تعالي نشوف كده في الانتخابات، تعالي نشوف قد إيه توابير السيدات وقد إيه هم كانوا حريصين إن هم يبقوا موجودين وبالساعات واقفين في الطوابير من 25 يناير لغاية 30/6، وكمان حتى يمكن في الاستحقاقات الأخرى بعد الثورة، تجدي أن المرأة أكبر نسبة في المشاركة في الحياة السياسية عموما، يعني لأنها مدركة تماما أن اختيارها هو اللي بيحدد مستقبلها. يمكن فعلا. بعد اختيار أو الانتخابات اللي كانت في 2012 شعرت المرأة قد إيه إنها لو ما شاركتش وما حسيتش أسرتها كلها على المشاركة ونزولها الانتخابات. أنا كنت بشوف ناس سحبة أطفال في إيه؟ حضرتك شفتي أو فاكرة الست العجوزة اللي نزلت بالكنبة بتاعتها في الشارع في الميدان؟ طبعا، وشفت قد إيه الست الكبيرة اللي داخلة يعني بكرسي متحرك، وقد إيه الناس كانت بترقص وتغني، قد إيه مصممين إن هم هيغيروا الحاجات اللي مش عاجباهم، وإن هم عايزين يتقدموا لأنهم لقدام، عاشوا حياة صعبة، خايفين على مكتسباتهم، مكتسبات أولادهم، خايفين خروجهم الشارع. تخيلي إن أنت يعني كنت هتغيري المناخ وثقافتك وحياتك ولبسك وطريقتك وكلامك وشغلك، كل ده كان يعني هيتم استقصائك منه. فالمرأة شعرت قد إيه انها كل المكتسبات اللي هي خدتها واللي هي بتحلم بيها طبعا، وكمان اللي هي بتحلم بيها عليها هي شخصيا، لو هي ما نزلتش ونزلت وقالت انا اللي هعمل وانا اللي هغير، وده كان هيأثر في اولادها طبعا. وانت عارفه يمكن طبيعتك كأم ان اي حاجه تأثر في مستقبل اولادك بيبقى عندك حاله كبيرة. بيبقى عندك حاله من استشعار الخطوره بشكل غير عادي. فهم كانوا حاسين ومستشعرين بالخطوره عليها وعلى ابنائها وعلى اولادهم اللي رايحين الجامعه واللي هيدرسوا دروس والحياة. حضرتك انا دايما بقول ان المرأة المصرية هي رئيسة جمهورية بيتها، لو هي كانت ملهاش دور ما كانش حد نزل الشارع، هي اللي كانت بتحفزهم على النزول في الشارع، وهي اللي كانت بتفهمهم اهمية ثورة 30 يونيو. في ليها دور رهيب جدا.
شوفي الإصلاح الاقتصادي اللي حصل ده لو ما كانتش المرأة المصرية مرأة صبورة وقادرة على إدارة بيتها بشكل غير عادي، كنت هتحسي قد إيه الصعوبة اللي المجتمع بيواجهها في الإصلاح الاقتصادي. طبعا لأن في الحقيقة وإحنا كلنا سيدات مصريات ونعلم تماما أن وزير المالية في البيت هو المرأة. صحيح. هي اللي بتقدر ترتب هي أمورها وتدبر أمورها وتراعي مصروفات أولادها الأول، وإزاي تشيل من هنا وتحط من هنا فإحنا واجهنا في الحقيقة إصلاح اقتصادي صعب مش سهل. يعني الرئيس في الحقيقة يعني تصدى لمشاكل غيره ما تصداش ليها من سنوات طويلة، من سنين دي حقيقة. وبالتالي لو المرأة ما كانتش مؤمنة بأن ده هيبقى لصالح ولادها كان المجتمع كله هيعاني من الأزمة الاقتصادية اللي موجودة في العالم كله، مش في إحنا بس طبعاً. اللي موجودة في العالم كله. لكن إحنا الإخوان سلمونا البلد منهارة تماماً، حتى النقد الاحتياطي من الدولار كان 45 سلمه لنا 12 و13 بالضبط. وكانت البنية الأساسية عندنا كلها يعني منتهية، إحنا كنا يعني دولة متصفرة. دي حقيقة مفيش وجهة لأي مكان، مفيش إحنا كانت متصفرة. النهاردة إحنا بنبني مصر، وعلى فكرة المرأة المصرية واعية وهي مدركة تماما ان حتى الازمات الاقتصادية اللي بنشعر بها الان هي هتعود بالفائدة على اولادها. ودي ثقافة عند المرأة طبعا. دي ثقافة عند المرأة. يعني انت لما حتى انت اول حاجة بتفكري فيها ايه؟ مستقبل اولادها. اكيد. وبالتالي هي بتقابل كل التحديات ده لانها عارفة ان المستقبل هيبقى مشرق للاولاد لاولادها والاجيال القادمة وهكذا. فقدرت يعني تخوض الإصلاح الاقتصادي بشكل أنا بشوفه بشكل واعي حقيقة. على فكرة يعني إحنا لو رجعنا لورا شويتين حلوين كده لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقد إيه هنا كانوا بيقيدوا دور المرأة المصرية وكانوا عايزينها تتنحى عن الموقف أو عن المشهد تماما. ويمكن مشروع من مشاريعهم المهمة هو انتهاك حقوق المرأة المصرية واستهداف حقوقها. حضرتك بتشوفي ده إزاي؟ بصي، هو أي مش عايزة أقول مستعمر أو أي طاغي، هو استهدافه للمرأة استهداف المجتمع ككل. هو حضرتك مين اللي بيربي الأجيال؟ المرأة طبعا. مين اللي بينشأ أجيال قوية قادرة على التحدي؟ المرأة. لو هي ضعيفة مش قادرة على إنها تخوض التحديات وإنها تبقى تتعلم تعليم جيد، إنها تحلم ببكرة جيد بشكل جيد، إنها تعيش حياة كمرأة قوية تستطيع إنها تبني أجيال، بالتأكيد أنت بتستهدفي المجتمع ككل. أكيد أكيد بتستهدفي المجتمع ككل. وبالتالي استهداف أي قوة سواء خارجية أو حتى الإخوان للمرأة هو استهداف للمجتمع ككل. وللأسف الشديد الناس البسطاء كانوا بياخدوا ده على إنه تعاليم دينية، لأنهم كانوا بيبثوا مفاهيم مغلوطة طبعاً عن الأديان وعن رؤيتهم للمرأة، عن الدين رؤيته للمرأة. لكن كل الأديان السماوية الإسلام والمسيحية حتى اليهودية كرمت المرأة، لأن المرأة في الحقيقة طبعاً هي النواة الأساسية للمجتمع، هي عمود البنية الأساسية للمجتمع، هي اللي بتخلق الشخصيات سواء طبعاً الرجل أو المرأة. هي شخصية نص المجتمع وأنجبت النصف الآخر. انا بعتبرها اكتر من النص، لانها هي اللي بتربي النص التاني. يعني هي لو مش مراه قويه مش هتجيب رجل قوي طبعا. هي لو مش مراه مستنيره مش هتستطيع انها يعني انت خلينا نقول الرجل مهم جدا في البيت، لكن السيده هي اللي بتشكل وجدان اسرتها. صحيح. انا مسميه الست ان هي عمود البيت. ولكن طبعا احنا دلوقتي هنطلع لفاصل صغير جدا ونرجع نتكلم بقى عن مهام المراه، لان احنا اعتقد محتاجين حلقات طويله جدا عشان نقدر بس لو حتى نختصر بس حتى الكلام. لكن هنروح لفاصل صغير ونرجع لحضراتكم.
رجعنا لكم مرة تانية مشاهدي. أنتي معانا الأستاذة مارجريت عازر، أمين عام حزب سياسي وعضو جبهة الإنقاذ، أهلا بيكي يا فندم مرة تانية. طبعا يعني عايز أرجع لحضرتك، كان ليكي تصريح مهم جدا، تصريح سابق مهم جدا، قلتي فيه إنه 30 يونيو رسخت مبدأ المواطنة وقطعت الطريق على مثيري الفتنة. حضرتك كلميني عن النقطة دي أو عن التصريح ده تحديدا. شوفي، في الحقيقة أنا كنت دايماً أقول إن الفتنة الطائفية هي القشة اللي بتقسم الظهر البعيد، لأن أي مجتمع وبيصار فيه الفتنة الداخلية ده مجتمع ضعيف. لكن في الحقيقة مصر دايماً، ده حتى المستعمر نفسه قال لك أنا ما بفرقش بين، مش قادر أفرق بين المصريين إلا في دخول ده الكنيسة ودخول ده الجامعة. طبعاً ما فيش شك إن إحنا قعدنا سنة فيها تفرقة غير عادية، شعر فيها أقباط مصر بالخطورة بشكل واضح جدا، وشفنا عائلات كتيرة جدا طلبوا الهجرة، وفعلا يعني احنا أكتر من 300 أسرة تقريبا، 300 ألف أسرة خرجوا من مصر خوفا، عشان ما كانوش حاسين بالأمان، ومش حاسين إن مصر هتبقى بتاعتهم زي ما هي موجودة. لا طبعا 30 يونيو قضت على صححت المسار وقضت تماما على، ويمكن احنا زي ما قلت لك كده في الاول، الرئيس دايما بيركز على ثلاث حاجات: الوحدة المصريين، ودايما بيتكلم على وحدة المصريين، وطول ما احنا وحدة مصر بخير هنعرف نعدي. دايما بيتكلم عن دور المرأة المصرية ودور الشباب، الثلاثة دول في كل خطاب، وانا بعتبره زي ما قلت في الاول ده خطاب ثقافي للمجتمع، لاعاده ثقافه المجتمع طبعاً المصري تاني، لان طول عمر المصريين كتله واحده. صح، حقيقه ما حدش بيعرف يدخل ما بيننا ولا يفرق بين مسيحي او مسلم، ولا أقدر كلنا اخوات. اميزك ما بينك وبين اختك المسيحيه او غير بدخول الجامعه او الكنيسه، بالظبط كده. ايوه فعلا. وطول عمرنا عايشين مع بعض، بيوتنا مع بعض، يعني انا مثلا مع بعض وجيراننا واحده. انا عايزه اقول لك ان انا فخوره جدا جدا ان انا مثلا من شبرا، اروح وارجع، لكن انا فخوره ان انا بنت شبرا، لان في الحقيقه الحي ده ما تقدريش ابدا تعرفي مين مسيحي من مين مسلم. كل الناس في رمضان صايمين، كل الناس في الاعياد المسيحيه بيحتفلوا، تلاقي الحياه الاجواء مبهجه. رمضان مبهج بالنسبة لنا، أنا شخصيا ما بقدرش أعيش برا مصر في شهر رمضان أبدا، يعني أنا بشعر بشعور مختلف. أجواء رمضانية وجميلة وعائلات وبناكل وبنتعزم وبنتسحر وبنصوم، ما بشوفش واحد ماشي في الشارع مثلا ماسك سيجار أو بياكل أو لا، بيراعي شعور الآخرين. تبص تلاقيه إخواننا مثلا المسلمين كلهم في الكنايس بيعيدوا على المسيحيين ومش عارفة إيه والكحك ده الوطن اللي احنا خدنا عليه. بتحسد على الوحده الوطنيه اللي احنا بنعيشها من قديم الازل. مفيش حد فينا ما ترباش على سماحه الاسلام ومحبه المسيحيه، دي حقيقه فعلا. فتحسي ان احنا كتله واحده، كتله واحده. وعلى فكره الناس بترفض رفض قاسي جدا لاي حد يجي يفرق ما بين مسلم ومسيحي، لانه حتى الرسول عليه الصلاه والسلام ربنا قال له وليس عليك هداهم وانما عليك البلاغ. بالظبط. فيعني انت مش هتيجي النهارده تقول لكم موده كل ان النصارى. فانا عايزه اقول لك ان دي طبيعه المصريين. جت وقت من الاوقات طبعا المسيحيين ما فيش شك حسوا بخطوره، وحسوا بتفرقة رهيبة جدا طبعاً. وحسوا ان هم هيبقوا شكلا في الشارع منبوذين جدا موضوعا طبعاً. طبعا خافوا على كل ما هو ليهم من اموال، من ثقافة، من تعامل الاخرين. يعني انا وانت بنتعامل كاخوات، اجي في يوم من الايام تبقي انت في يوم بتكرهيني، ما بتسلميش عليا، ما بتعيديش عليا، ما اعرفش مشاعرك من جواكي جوايا ايه. دي طبعاً حاجة غريبة على المصريين. لكن 30 يونيو في الحقيقة وحدد ده، رسخت مبدأ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقة يمكن اكتر رئيس جاء لمصر وحد المصريين كلهم. صح. ودايما بيخاطبهم يا مصريين انتوا ايد واحده، انتوا ايد واحده. اول واحد يخش الكاتدرائيه يعيد على المصريين ويقول لهم كل سنه وانتم طيبين، دي كان ليها طبعا يعني عارفه رد روحهم ان هم مصريين وان هم وان دي بلدنا وان ده مكاننا طبعاً. واحنا مش طبعاً. مش ما فيش حاجه اسمها اقليات، لان فعلا تركيبه مصر ما فيهاش اقليات. صحيح. احنا كلنا جزء لا يتجزا من بعض. ادي حاجه تانية، حاجه كمان
في الحقيقة كمان إحساس المصريين المسيحيين بالذات بالرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمامه ببناء كنائس، دي كانت بالنسبة لنا يعني مع كل الرؤساء كانت بالنسبة لنا هي المشكلة الأساسية اللي كانت بتواجهنا هي بناء الكنائس. خروج قانون تنظيم بناء الكنائس من مجلس النواب طبعا، وتجديد الكنائس الاخرى يعني طبعا حاجه كانت جميله طبعا جدا، اكبر جامع اكبر كنيسه في العاصمه الاداريه الجديده طبعا. لا بصي في الحقيقه احنا في الحقيقه عصر المواطنه الحقيقيه، عصر الذهبي للمراه المصريه طبعا. عصر الذهبي لاحتضان قدرات الشباب. احنا عندنا يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص سنه للمراه، وخصص سنه للطفل، وخصص سنه لذوي الاعاقه والهمم، يعني حقيقة أكثر من كده ولسه الأجمل خصص سنة لبناء الدولة الشخصية المصرية لبناء الشخصية المصرية. الشخصية المصرية هي أهم حاجة، إنك تبني الشخصية المصرية السوية اللي إحنا اتربينا عليها دي هي الأساس، دي هي بناية مصر كلها. لا والاهتمام بالشباب ده عشان الشباب هم المستقبل، هم اللي هيربوا الجيل الجديد، فاحنا لازم نبقى طبعا بنين جواهم ده انه مصر احنا كلنا ايد واحده ومش فارق مسلم او مسيحي. تخلطي كمان الكفاءات القديمه بالقدرات الشبابيه طبعاً الهائله، الخبره مع القدرات الهائله طبعا. يعني انت مثلا مؤتمرات الشباب اللي حصلت دي والكوادر الشبابيه اللي طلعت بزرع جواهم افكار وثقافه، وكمان يعني الشباب هنا بيعود على البنت والولد، لكن كمان انا اقصد اني لما اركز مع الشباب، الشاب الراجل ان هو ازاي يحترم المراه، ازاي ما يضايقهاش، ازاي يحترم حقوقها، ازاي يبقى عارف انه لما يتجوز انه مراته دي ليها حقوق انها تشتغل وانها ليها طلبات. لما رئيس الجمهوريه نفسه يقول لك انا وزير للمراه، دي كلمه جميله جدا. انا يعني الحامي الاول لحقوق المراه، بالتاكيد هتلاقي كل الشباب قدوتهم الرئيس طبعا طبعا، فتلاقي في تغيير داخل المجتمع اتجاه المراه. وهو ده اللي انا قلته في الاول، ان اهم مكتسب اكتسبته المراه تغيير ثقافه المجتمع ليك، النظره نفسها للمراه، انه يتقبل ان انت تبقي قاديه طبعًا، انه يتقبل ان انت تبقي محافظه، انك تبقي وزيره طبعًا، انه يتقبل ان انت تبقي عضوه في مجلس النواب، وجودك في منصب مهم ان هو متقبل وينتخبك طبعًا، وينزل ينتخبك، ويتقبل ان المراه ليها دور زيها زي الرجل، وان كفاءتها لا تقل اطلاقا، وان كلمتها مسموعه، وان كلمتها ليها معنى ولازمه طبعا. تثقيف المجتمع ووعيه من ضمن اهم ملفات ومشاريع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن كمان كان في المجالس القوميه وفروعها في المحافظات ان هي تقوم ده، لان هي ليها دور مهم جدا ان هي توصل التثقيف والتوعيه في المناطق النائيه والنجوع والقرى. خليني استاذه مارجريت وحضرتك معانا النهارده نقول بيان مهم جدا جدا لوزاره الداخليه. سادة مشاهدين، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس، وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. طبعا يعني احنا كل التحية والتقدير لوزارة الداخلية وجهودها طول الوقت. برجع لحضرتك مرة تانية أستاذة مارجريت، ويمكن حضرتك كمان كنت مساهمة كبيرة جدا في حركة التمرد، إزاي شايفة دور الشباب والبنات في إنجاح هذه الحركة؟ في الحقيقة حركة التمرد كانت من ضمن العوامل الكبيرة جدا في ثورة 30/6، وأنا لما كنت أمين عام حزب طبعا الشباب القدير والجاد لما جم يعرضوا عليا حركة التمرد وان احنا نساعدهم في الحزب، كان الحزب عندي حاضن لحركة التمرد في ان احنا نطبع والشباب عندنا ينزلوا يوزعوا الاستمارات على الناس، وكنا بندعم حركة التمرد بشكل كبير جدا، وهم لغاية النهاردة كلهم اولادي وكانوا زمايلي في البرلمان، منهم البعض كان زمايلي في البرلمان. وانا بعتبر في الحقيقه ان انا ام لكل الشباب السياسيين، لان في الحقيقه يمكن في بدايه حياتي كنا عندي يعني كنت في حزب الجبهه الديمقراطيه، كان اول حزب بيعمل منظمه للشباب، وكان اعتقد كل الشباب السياسيين سواء في حزب الجبهه الديمقراطيه، سواء في المصريين الاحرار، سواء في الوفد، كل الشباب السياسيين كانوا خريج
وانا يمكن تقلدت المناصب في امين عام في الثلاث احزاب، فكانوا شباب واعدين جدا وكلهم النهارده في مناصب متعدده، سواء نائب وزير، سواء نائب محافظ، سواء برلمانيين، في كل المناصب في الحقيقه. تم استثمار طاقتهم بشكل كبير جدا في بعض من الوزارات والاماكن، وهم اكفاء في الحقيقه. وفي الحقيقه يعني يمكن في منهم كان تحت السن وفي منهم كان السن المناسب السن. لكن في الحقيقه كلهم كانوا تشعري بالوطنيه وقد ايه هم واعدين بالفعل، لان في الحقيقه الشباب كان محتاج للناس اللي تبص لهم بجد وتحتضنهم، ويعني مش عايزه اقول لفظ كبير انها تقلل من قدراتهم. الرئيس عمل ده، بص لقدرات الشباب وحفز هذه القدرات، وبالتالي اصبحت كل القيادات تنظر الى الشباب بشكل مختلف. وهنا اللي انا بقوله لك ان القياده السياسيه بتغير في ثقافه المجتمع لما بتكون مهتمه أو النظرة فعلا. يعني اهتمت بالمراه فاهتم بيها واصبحت ليها مناخ تشريعي جيد. يعني انت احنا في ظل البرلمان السابق والحالي عملنا عدد كبير جدا من التشريعات الخاصه بالمرأة. طبعا ويمكن حديث الساعه كان يعني قانون الاحوال الشخصيه والتعديلات الخاصه به، وطلع سياده الرئيس يعني قال انه لازم يتم الاصلاح في القوانين دي ويتم تعديلها لصالح المراه المصريه، لصالح الاسره المصريه. انا مش عايزه اقول لصالح المراه عشان ما يبقاش فيه تحيز، لكن في الحقيقه لصالح الاسره المصريه. كمان قانون العنف ضد المرأة، العنف ضد المرأة مش معناه بس انك انت تتحرشي بيها باللفظ او بالفعل، لا، تخطي الوظائف، حرمانها من الميراث، كل ده، الزواج المبكر، العنف الأسري، الختان، كل ده العنف ضد المرأة. طبعا عملنا قانون العنف ضد المرأة، تغليظ عقوبة الختان. لا يعني في الحقيقة احنا عندنا مناخ تشريعي جيد للمرأة طبعا، ودي بإيمان القيادة السياسية بدور المرأة. في الحقيقة أنا شايفة إن ده عصر ذهبي فعلا للمرأة، وإن 30/6 فتحت أبواب كبيرة جدا جدا لإصلاح ما أفسدته السنة اللي حكم فيها الإخوان بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمواطنة. طيب بالنسبة للشباب، حضرتك شايفها من وجهة نظرك إيه الحقوق اللي اتخذت من المرأة المصرية في عهد الإخوان؟ حق من حقوقها إحنا لسه مش عارفين إنه مثلا يرجع تاني زي الأول، أو 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 حتى في الوقت ده حق اتاخذ منها وكان حق ظالم جدا. شوفي، هو ما لحقوش يعملوا، لأن في الحقيقة انت لو تابعتي الاحداث ورجعتي بذاكرتك ان كان بعض ايام ما اتعمل قانون، كانوا عايزين يعملوا قانون لتقليل سن الزواج، السيدات وقفوا امام البرلمان وعملوا مظاهره، وانا كنت نائبه وطلعت وقفت معاها. معقوله يا فندم؟ سبتي المجلس وطلعتي قعدتي ورا معاهم؟ ودخلت مجموعه من القيادات النسائيه للنقاش داخل المجلس، واتناقشنا في الموضوع ده عشان الموضوع مهم جدا، لأنه موضوع لو كانت طبق كانت مشكله كبيره جدا. فكانت في الحقيقه السيدات واعيه جدا ان هم ما يسلبش منهم اي مكتسبات، لكن في الحقيقه الدواء ده كله بالمكتسبات اللي خدتها المراه بعد كده. وفي الحقيقه انا عايزه اقول لك كمان، يعني اذا كانت المراه خدت مكتسبات سياسيه وخدت مكتسبات اقتصاديه، وانا شايفه ان هيبقى في مكتسبات اقتصاديه كبيره جدا، وده اللي انا بتمناه، ان احنا نعمل زي كوتا عشان يبقى عندنا بقى كذا سيدة أنا أعمال. أنا نفسي يتعمل بقى كوتا تضم ويعني تحتوي كل امرأة مصرية. يعني أنا بتمنى طبعا إن شاء الله، وأعتقد أنه ده ممكن يحصل جدا قريب، وده بالفعل بيحصل، بس يمكن إحنا يعني ده بيحصل في إيه؟ في التحول الاقتصادي اللي بيحصل. يعني خدي بالك إن إحنا دلوقتي مثلا متبنيين المشروعات الصغيرة ومنتهيات الصغر والصغيرة، ودي أغلبها السيدات، لان في الحقيقه التمكين الاقتصادي محتاج نظره. يعني احنا عملنا تمكين اقتصادي صحيح، تمكين سياسي، بيتعمل لهم معارض وبيساعدوهم عشان يصدروا بره، وحاجه يعني جميله. التمكين الاقتصادي للمراه احنا شغالين فيه كويس جدا جدا. انا شايفه ان في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي المراه اخذت مكتسبات رائعه وثبتت نجاح، ان شاء الله نكمل
نكمل ويبقى عندنا ان شاء الله. يعني زي ما في يوم من الايام تمنيت على الهوى ان يبقى عندنا محافظ وتمنيت ان المراه تبقى في النيابه العامه، انا بتمنى النهارده ان يبقى عندنا رئيس مجلس وزراء سيده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، مفيش حاجه بعيده خالص، بعيده خالص دلوقتي. وبتمنى كمان ان شاء الله ان المراه تبقى في 50% في مجلس النواب. يعني ده بقى اللي انا بتمناه بجد، واحنا قربنا اهو وبنقرب جدا من ال 50. بس خليني بقى اسال حضرتك، انت حضرتك كنت نائبه في مجلس الاخوان، فيعني هل تعرضتي لمضايقات وقت حكم الاخوان؟ بصي انا في الحقيقه اقول لك، يمكن انا مثلا كنت السيده الوحيده اللي موجوده في لجنه المقترحات والشكاوى، وكان بعض الاخوه السلفيين هم اللي كانوا ماسكين المقترحات والشكاوى، ولجنه المقترحات والشكاوى دي هي المصفى بتاعت كل القوانين اللي قبل ما بتخش اللجنه التشريعيه، قبل ما يتم تشريعيا. فكان مثلا على سبيل المثال كان في وده كان عامل لي ازعاج كبير جدا، حد مقدم طلب بتقليل سن الزواج، وده كان بيعمل لي ازعاج في الحقيقه. الطلب قدام مكتب حضرتك، قدامي وانا في المجلس، فانا طبعا رفعت ايدي ورفضت. طبعا انا كنت انا السيده الوحيده، ويمكن كنت كمان السيده القبطيه الوحيده اللي في اللجنه. طبعا الموضوع ما كانش بسيط في وقتها نهائيا خالص، يعني طبعا اغلبهم كانوا من السلفيين. لان اللجنه دي كانت ماسكها السلفيه. لكن معلش اسال حضرتك سؤال، يعني حضرتك قدرتي انك تقفي وتقولي لا؟ ده انا وقفت وقلت لا، وقلت انا بطلب راي مجمع البعوث الاسلاميه يعني استشهدتي كمان بالازهر المعنيه والازهر الشريف. قلت لا، انا اسفه جدا، انا لا يمكن نوافق على ده الا باخذ راي الازهر الشريف ومجمع البعوث الاسلامي. قبلتي بقى بالهجوم من قبل جماعه الاخوان جدا وما قدروش عليا، خدوني داخل غرفه رئيس اللجنه وقعدوا عشان يقنعوني يعني ان انت مش من الريف، انت من الحضر وما تعرفيش المشاكل اللي بتقابلنا لما سن ال 18 والبنت تبقى متجوزه، ولما تتجوز ما بنعرفش ان ننسب اولادها لمين لغايه ما توصل ل 18 بقى ما داويش القطع بقطع اكبر. وان ده بالعكس ده مش علاج، ده هيضر المجتمع ككل طبعا. وكانت مشكله كبيره جدا. وبعد بقى المشاكل العديده اللي كنا بنقابلها داخل اللجان، ولان احنا كان عددنا، احنا كان كمان عددنا كمراه كان 1.5%، كان منهم ال1.5 دول 8 اخوانيين، يعني كنا عددنا تقريبا 5-6 قوى مدنيه وحده يعني في وحده وغربه. كنا بنقابل طبعا يعني كنا بنقابل كم انتقادات وهجوم، كم انتقادات وهجوم غير عادي، وكان طبعاً. وكنا متصدين لمشاكل كبيره جدا، لان في الحقيقه وانا ايامها كنت كمان امين عام مساعد في المجلس القومي للمراه، وعملنا لجنه خاصه، وكانت فيها الدكتوره ميرفت التلاوي كانت رئيس المجلس القومي للمرأة، وكانت فيها الوزيره دريه شرف الدين، وكنت انا كنت انا كمان الامين العام مساعد في المجلس القومي للمرأة، وكنا بنتصدى لكل التحديات اللي كانت بتقابلها المرأة المصريه. يعني كان من ضمن الكلام ان ازاي المرأة تنزل، لما كنا بقى بننزل المظاهرات وكده، وان المرأة بتنزل عشان يتم التحرش بيها، فكنا سايرين جدا ان طبعًا. ازاي يتقال الموضوع بتتكلم ازاي بيتقال كده في مجلس يعني النواب، سخافة. ان انتم بتقولوا على المرأة وبتتهموها بهذا الشكل. والحلقه دي انا يعني سوري، اللجنه دي انا فاكره بامانه ان معالي الوزيره دريه شرف الدين بكت فيها، وميرفت التلاوي بكت فيها من كتر ما كانت هذه الجلسه، كنا احنا الثلاثه بس اللي موجودين في اللجنه، من كتر ما كانت هذه الجلسه سخيفه وعنيفه طبعا وشديده الهجوم على المراه المصريه، واحنا طبعًا. كنا يعني كنا صليبين جدا جدا، لكن خرجنا احنا الثلاثه، انا واخده صوره انا احنا الثلاثه واحنا حاطين روسنا في روس بعض وبنبكي من كتر التحديات اللي احنا كنا بنشوفها حقيقه. يعني احنا يعني انا عايزه اقول ان احنا مرينا بفتره صعبه يعني كل اللي عمله قاسيه قوي، كل اللي عمله في المجال ده في الفترة دي
يستشعروا قد ايه كان المجال صعب طبعاً. يعني يمكن كان عددنا قليل جدا جدا لكن كنا بنشتغل في مناخ صعب جدا واعتقد ان احنا اكتر ناس شعارين اكيد شعارين ما كانش بسيط لان في الحقيقه يمكن اللي كان يعني بره ما كانش بيشعر بكل التحديات وكل الالام طبعا اللي احنا كنا بنشعر بيها والله ده استاذه مارجريت حضرتك نورتينا النهارده نورتي استوديو انتي وبنشكرك على قبولك استضافتنا في انتي النهارده الحقيقه انا لو اقدر ارسم مجهود ودعم المراه المصريه لثوره 30 يونيو بكلمات من ذهب هعمل كده لان هي تستحق فعلا وانا فخوره لمجرد اني امراه مصريه في البطاقه ودايما الجهات المسؤوله والمعنيه دايما بتحاول باي شكل من السبل ان هي توفر حقوق المراه المصريه ودايما ده بنشوفه على ايدين يعني ناس زي حضرتك شايلين كده زي ما بيقولوا كفنهم على ايديهم علشان وقت الثوره حقيقي انتوا اللي كنتوا واقفين قصاد المدفع. الحمد لله ان ربنا يعني انقذ مصر بقياده واعيه وحكيمه وان شاء الله نعبر كلنا لبر الامان. شكرا لحضرتك شكرا جزيلا مشاهدينا كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضراتكم دايما في أمن وأمان كل سنة وحضراتكم دايما في عمل واجتهاد وإن شاء الله نشوف مصر أحسن بلد في العالم وده مش كتير علينا أبدا نشوفكم بقى إن شاء الله يوم الحد اللي جاي واستمتعوا بالويك أند وكل سنة وحضراتكم طيبين.